لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام إلى الإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم معنا تشجيعا لنا على تقديم كل جديد عن وداد الأمة. تأسس فريق الوداد الرياضي فرع كرة القدم سنة 1939 على يد 7 أشخاص، ومن أهمهم المرحوم محمد بن الحسن التونسي المعروف بالأبجيجو، وذلك بعد سنتين من تأسيس فريق الوداد الرياضي للسباحة من طرف المرحوم محمد بن جلون، والذي كان أيضا من بين مؤسسي نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، ويصاب المؤسس الحقيقي للفريق الأحمر. واحتل نادي الوداد الرياضي سنة 2000 المركز 12 في ترتيب أندية القرن العشرين على المستوى الأفريقي حسب تصنيف الكاف، ويعتبر الوداد الرياضي من بين الأندية المغربية الأكثر تسويجا بالبطولة الوطنية والكأس المغربية، كما يعتبر كذلك أحد أعمدة كرة القدم في المغرب، وتقدر ميزانية النادي السنوية ب7 ملايين دولار. وفاز فريق الوداد الرياضي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية الرسمية وكذا البطولة الودية، حيث توج في 42 مناسبة عبر تاريخه الحافل بالإنجازات والألقاب. على مستوى الدوري المغربي، يعتبر نادي الوداد الرياضي أكثر فريق مغربي توج بالبطولة المحلية في 20 مناسبة، وكان أول نادي فاز بالدوري سنة 1948 والاستثمارات متتالية حتى العام 1956، ويعد آخر تسويج للوداد الرياضي بالدوري المغربي موسم 2018-2019، ليكون بذلك زعيم الأندية المغربية وصاحب الرقم القياسي بالبطولة المغربية. على مستوى كأس العرش، توج نادي الوداد الرياضي في 9 مناسبات، وكان أول لقب له في مسابقة الكأس الفضية سنة 1970، وآخر لقب فاز به يعود لسنة 2001، ليكون ثاني أكثر فريق تسويجا بمسابقة كأس العرش بالمغرب. على مستوى دوري أبطال أفريقيا، فاز النادي الأحمر بلقبين في المسابقة الأقوى والأغلى في القارة السمراء، وكان أول تسويج للوداد الرياضي بالبطولة سنة 1992 على حساب الهلال السوداني، وعاد بعد ذلك لمعانقة الكأس الأهم أفريقيا سنة 2017 بثاني تسويج له على حساب النادي الأهلي المصري في نهائي تاريخي أمام جماهيره بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. على مستوى كأس السوبر الأفريقي، توج نادي الوداد الرياضي بلقب واحد، كان على حساب تيبي مازيمبي الكونغولي بهدف للصفر سنة 2018 في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. على مستوى كأس الكؤوس الأفريقية، توج نادي الوداد الرياضي بلقب واحد، كان على حساب أشانتي كوتوكو الغاني سنة 2002، ويعتبر الفريق الأحمر النادي المغربي الوحيد الذي توج بهذه الكأس، والتي ألغيت سنة 2004 من طرف الاتحاد الأفريقي الكاف. على مستوى كأس العرب للأندية الأبطال، توج الوداد الرياضي في مناسبة واحدة كانت سنة 1989 على حساب الهلال السعودي بنتيجة 3-1، وذلك بعد 3 نهائيات خاضها في البطولة، وتوج بعدها سنة 1990 بالكأس العربية الممتازة. على مستوى بطولة شمال إفريقيا، أحرز نادي الوداد الرياضي اللقب في 3 مناسبات، وفاز أيضا بكأس إفريقيا الشمالية مرة واحدة كانت سنة 1948، كما توج بكأس الأفرو أسيوية سنة 1993، وتوج أيضا فريق الوداد الرياضي بكأس محمد الخامس سنة 1979، ليكون بذلك النادي المغربي الوحيد الذي فاز بهذا اللقب، والذي سبق له أيضا التتويج بلقب كأس الاستقلال سنة 1956، والتي نظمت بعد يوم واحد من حصول المغرب على الاستقلال، وحصل عليها آنذاك نادي الوداد الرياضي. في النهاية لا تنسوا إخواني الكرام الإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم معنا حول تقييمكم لحصيلة الوداد الرياضي التاريخية المتميزة بالعديد من الألقاب الوطنية والقارية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة.